يعني هناك ثوابت لدى إيران من هذه الثوابت قضية الكيان الصهيوني. هذه القضية لا يمكن النقاش فيها خط أحمر التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التخلي عن المقاومة الفلسطينية، التخلي عن محور المقاومة، الدفاع عن المظلوم. هذه ثوابت لا يمكن التخلي عنها. هناك بعض القضايا التي يمكن القول أنه ربما تختلف وجهات نظر كل مرشح وكل رئيس عن الرئيس الآخر. يعني كما تفضل ضيفكم أنه التيار الإصلاحي يؤمن بحل المشاكل من خلال إقامة العلاقات وحلها مع الغرب وحلها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما التيار الأصولي وبالذات جديلي الذي تحدثت قبل قليل عنه يقول لا داعي أن نربط قضايانا ومشاكلنا بالخارج.